أكيد ثلاث ديما وسام مهنا، وأنا بصف الخامس ومدرسة المايس. مدرسة الميس الابتدائية في البقيعة. ديما شو هواياتك؟ أنا بحب أحفظ قصائد وبحب كمان أرسم. حلمك هيك شو بتحبي تصيرك بس تكبري؟ شعري. بتلاقي دعم وتشجيع من الأهل؟ مين بيدعمك أكثر إشي؟ كلهم. طيب ديما أنت أي موضوع أكثر إشي بتحبيه بالمدرسة؟ موضوع اللغة العربية. وفي قصيدة انت بتحبيها هيك مأثرة فيك حابة تقري لنا اياها؟ من صوت صفير البلبلي للشاعر الأصمعي. قصيدة صعبة صح؟ وحفظيتها منيح؟ يلا نشوف كيف تلقيها. تفضل. صوت صفير البلبلي هيج قلبي الثملي، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقلي، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي، فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجلي، فقال لا 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 لا, لا وقد غدا مهرولي، والخوذ مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت وليولي يا ويللي، قلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، فقالت له حين كذا انهض وجد بالنقلي، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنافي أسكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندن دنا لي والطبل طبطب طبالي، والسقف سقسق سقى لي والرقص قد طاب لي، وغرد القمري يصيح ملل في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثي كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي بالسوق بالقلقللي، والكل كاكا كاكا خلفي ومن حويلي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي، إلى لقاء ملك معظم مبجلي، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدم لي، أجر فيها ماشيا مبغددا للذيل، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدب لي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبلي. واو حلو. ديما بدي أسألك شغلة، أنت قلتي القصيدة اللي هي طويلة وصعبة وكلماتها صعبة وقلتيها بكل طلاقة وبكل شطارة، يعني هذا بدل إنه إذا واحد عنده موهبة بيقدر هو يشتغل عليها وبيقدر ينميها، صح ولا لا؟ شو بتحبي تحكي كلمك لصحباتك لولاد صفك اللي عنده المواهب بالموسيقى بالفن بالرياضة بالشعر؟ بحب أقول لصحباتي ولأولاد صفي إنه إذا عندهم موهبة ينموها ويشتغلوا عليها عشان ينجحوا فيها.